تحدثتوا عن خصوصيتها، خصوصيتها الحرمان، انه هي دائما لها سهم كبير في الثقافة العراقية، في السياسة العراقية، في حتى حماية العراق وآخرها يعني من تهديد داعش. كانت الناصرية وذي قار كانت يعني نقطة ارتكاز للمنطلقات الوطنية الشعبية الثقافية، فيعني لا ماكو أحد ينكر، بالإضافة إلى أنه ثرواتها مدينة زاخرة بالثروات نفطية تشكل هي والبصرة والعمارة مثلث النفط في العراق، وتعرف أنه إيرادات العراق مقابل هذا الغنى الحضاري والثروات والموارد و كلها محرومة، لكن نسب التنمية صفر، مستويات الفقر 50%، يعني فشي كارثة. يعني في كل العالم أنه تجي نشوف مدينة بكل هذه الامتدادات بما فيها رئاسات حكومات يعني بالعهد الملكي والآن هي وأغلب الطبقة السياسية من عدها وعدها امتدادات وعدها نفوذ يعني حتى معنوي، لكن مستويات الفقر عالية، مستويات التنمية متدنية، الحرمان، وهنالك مشاريع يعني مستهدفة للناصرية وتمزيق النسيج الاجتماعي في الناصرية، هذا يعني لا يمكن إخفاءه. من الجهة التي تستهدف ولماذا؟ هنالك في خصوصية الناصرية هنالك أكثر من عامل. أنت سألتني عن أنه هل من المسؤول؟ طبعا أنا أتحدث أنه بشكل مباشر بعيدا عن الشعارات، بعيدا عن الإسقاطات التاريخية، حكومة الكاظمي تتحمل مسؤولية مباشرة لاستمرار هذه الفوضى. هناك سيناريو فوضى، مشروع فوضى في الناصرية تم إدارته تحت غطاء التظاهرات، تحت غطاء الاحتجاجات، واستمر. وصلنا إلى مرحلة أنه صبيان يقومون بإحراق دوائر دولة بدفع من مقاولين. مقاول ما حصل مقاولة، دفع صبيان يروحون يعزلون دائرة البلدية مثلاً. الناصرية خلال سنتين تبدلت العشرات من رؤساء وحداتها، فماكو استقرار يعني. أكو حكومة الكاظمي.